العامة الإدارية، دي مصطلح طبعا مهم جدا في المجتمع المدني. لازم الخدمة الإدارية لازم تكون من جميع الخريجين للجامعات، لازم تكون الدولة ترعى وتعمل أكاديمية لطلب قدوم الخريجين للخدمة الإدارية، وكمان لازم تكون حتى يكون في عدالة اجتماعية. إذا كنا بنؤمن بالعدالة الاجتماعية أن يجند الطلاب الخريجين في تنظيف الشوارع، ودي تكون إجبارية لمدة عام أو 6 شهور على حسب ما يشرع عليها القانون، بحيث أن الشاب النهارده لما ينزل ينظف الشوارع أظن أنه هو مش هيقدر يوسخ الشوارع تاني. دي برضه مطلب من المطالب الخدمة الإجبارية، مش بس التجنيد في القوات المسلحة، مش بس التجنيد في، لازم يكون في كل المؤسسات في تجنيد إجباري. برضه الخريج تعليم مدرس الى اخره، لازم برضه يكون في اجبار عليه ان هو يمحي الاميه لمده 6 شهور لمده سنه في القريه اللي هو منها او الحي اللي هو منه، بحيث ان احنا نقدر نطور من المجتمع، نقدر ننمي المجتمع.